مع تزايد شكاوى المواطنين من تدهور شبكة الصرف الصحي والمشاكل الناجمة عنها في مدينة سلاتة، قام فريق من مكتب الإصحاح البيئي بجولة تفقدية ميدانية للوقوف على الوضع الحالي في عدد من المواقع والمناطق المتضررة بهدف تقييم الحالة ووضع خطط عاجلة لتحسين ومعالجة المشكلات. طبعا اتضح أن جل المحطات متوقفة عن العمل نتيجة لفقدان الإمكانيات والكوادر الآلية والكوادر البشرية، كذلك طبعا جل الأعطال في الشبكات اللي هي التوصيلات غير الشرعية من قبل المواطنين، أيضا هناك عمليات طفح مجاري تهدر يعني بلدية كاملة لم تحظى بأي اهتمام في هذا المجال. شبكة الصرف الصحي في مسلاتة تعاني من عدة مشاكل، من بينها توقف محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات الرفع والضخ، بالإضافة إلى غياب أعمال الصيانة والتطوير لنظام الصرف الصحي، مما تسبب في تكون برك ومستنقعات كبيرة من المياه السوداء بالقرب من بعض المناسل والمناطق السكنية، الأمر الذي يشكل خطراً بيئياً وصحياً على المواطنين نتيجة انتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض إلى جانب تضرر الأشجار والأراضي الزراعية. والله احنا بالنسبه لي احنا نعانوا من الروائح والحشرات اللي موجوده داخل المحله، ونطالب الجهات المسؤوله ان هي تدير لنا حل المحطه هذه او للشبكات. تعالوا يا ناس شوفوا، اقسم بالله العلي العظيم اني اعاني، والله عندي ولد من مواليد 2002 ضربات اللاشمان، يعني بحكم ان شنو احنا فلاحه ونلقطوا في الزيتون، ها موسم الزيتون والزيتون والد، وكله مبدر الزيتون ولن نتخاذى منه درهم الزيتون هذا، لأن كله حشاكم في المجاري. خطبنا عدة جهات من ضمنها إسكان جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، البنية التحتية، وزارة الحكم المحلي، وبالذات السيد الوزير بدر الدين التومي، خاطبة بالنسبة لموضوع المجاري مسلاتة موضوع مؤدي 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 بمعنى الكلمة. فريق الإصحاح البيئي وعقب جولته التفقدية أوصى الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل وتكليف شركات مؤهلة لصيانة الشبكة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بما يتماشى مع الكثافة السكانية لضمان حماية البيئة وصحة المجتمع. أضرار بيئية وصحية واقتصادية يعانيها المواطنون في مسلاتة جراء تهالك محطات وشبكات الصرف الصحي، ورغم الشكاوي المتكررة من المواطنين إلا أنهم لم يجدوا آذانا صاغية من المسؤولين. إبراهيم الكاسح، ليبيا الأحرار، سلاتة.